غفور، الله رحيم، الله يحب المحسنين، وخالقنا ورازقنا، وهو على كل شيء قدير. الله إز غفور، الله إز رحيم، الله إز مغنية الراب الشهيرة ميلاني جورجيا داس من مواليد عام 80 من القرن الماضي، مغنية راب فرنسية من أصول يونانية، وجهت أغانيها رسائل ذات بعد إنساني وسياسي، ولطالما صدحت صاخبة الصوت الصاخب دفاعا عن أصحاب الحق المغصوب في العالم. بدأت دياموس أول خطواتها كهوية، ومع مرور الوقت لمع نجمها وذاع صيتها، ذانت لها الشهرة وحطت بها الأضواء من كل جانب، لكنها لم تكن مرتاحة على الإطلاق، كانت قلقة حائرة. أقبلت على احتساء الخمور وتعاطي المخدرات، وكثيرا ما حاولت جاهدة التخلص من هوس الإدمان الذي قادها نحو حافة الجنون والانهيار النفسي والعصبي. دخلت دياموس مصحة الأمراض العقلية، احتار الأطباء في أمرها ولم يفلحوا في علاجها، إنما زادت حالتها سوءا وتدهورت. وذات يوم قامت بزيارتها إحدى صديقاتها وهي فرنسية مسلمة من أصول مغاربية، استأذنت منها حتى تؤدي صلاة المغرب. شاهدت دياموس وبنظرات حائرة كيف تسجد صديقتها على الأرض. حينها قررت مغنية الراب تقليدها وأداء نفس الحركات، وبالفعل أدت دياموس الصلاة دون علم بأحكامها، وضعت رأسها على الأرض ساجدة. وكم شعرت حينها بارتياح كبير وبأن الهدوء بدأ يدب في أوصالها، فقررت التعرف على أمر هذا الدين الذي يدخل الطمأنينة في القلب. سافرت دياموس إلى جزر موريس وأخذت معها القرآن الكريم حتى تطلع وعن قرب على الإسلام. هي خلوة عاشتها دياموس مع نفسها يؤنسها كتاب الله، حتى دب الشفاء في جسدها وعقلها وأصبحت أكثر صحة وقوة. اعتنقت دياموس الإسلام معلنة ذلك على الملأ، غير مبالية بردة فعل المجتمع الفرنسي والمحيط من حولها. أسلمت دياموس وأصبحت من أشد المدافعين عن الإسلام، الذي تصفه في كل لقاءاتها بأنه دين تسامح وإخاء، وليس كما يروج له من قبل وسائل الإعلام الغربي بأنه قتل وسفك لدماء. أسلمت دياموس، ابتعدت عن الأضواء، تخلصت من حياة الشهرة وبريقها الزائف، ارتدت الحجاب وأصبحت من أشد المدافعين عن كل امرأة مسلمة ترتدي الحجاب في فرنسا. دياموس الأمس كانت مغنية سافرة صاخبة الصوت والطباع، وديامس اليوم هي امرأة مسلمة محتشمة هادئة الصوت والطباع. هو الله يهدي من يشاء.